طب بالنسبه للاكسبيرينسز الحلوه بقى، كلميني عن افتتاح طريق الكباش واغنيتك انت وحمائي بلدنا الحلوه. انا شخصيا كنت بتفرج وكان عندي مشاعر كتير ما بين سعاده وفرحه وما بين فخوره بيكي بان انا شفتك من اول ستار اكاديمي وشفتك بعد كده عملتي ايه، وما بين فخوره ان عندنا واحده مصريه بتجيد اكتر من لغه، يعني انت غنيتي بالانجليزي وبالفرنساوي وبالعربي، فكانت حاجه مشرفه يعني بشكل مش طبيعي. فاحكي لي بقى الفرصه جت ازاي واحساسك ايه وانت واقفه هناك بتغني قدام العالم كله. بصي انا اساسا لما جالي المكالمه دي لازم، يعني في ناس ما تعرفش كده، معظم الناس ما تعرفش كده، بس كنت في بودابست في المجر وكنت بتمشى مع هند، مع هند صبري. أوكي. وجالي المكالمه وقتها كنت بصور الفيلم، كنا بنصور كيرة والجن. وجالي المكالمه وانا مش فاهم، يعني مش مستوعبه، يعني مش مستوعبه انه انا اساسا وقتها ما كانوش لسه يعني اعلنوا انه طريق كباش ده هيحصل، كانوا بيقولوا انه هيعملوا حاجه، فانا كمان مش فاهمه هو ايه اللي هيحصل ده اصلا. إيه اللي هيحصل؟ صح لما قالوا لي طبعا زي مومياوات وكده فهمت انه موضوع حاجه كبيره. فقفلت وهند كانت تتمشى معايا، فبقول لها هم كلموني عشان اغني مع حمائي في طريق كباش حاجه زي المومياوات. بصت لي كده قالت لي انت كلميها دلوقتي وقولي لها اوكي. لها بس انا قلت لها اوكي، بس قلت لها يعني تديني ديتيلز اكتر. قالت لي لا 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 ولا ديتيلز اكتر ولا حاجه، مفيش تفاصيل حبيبتي. حاضر حاضر. عايزين امتى اقول؟ ايوه بس انا ما كنتش فاهمه، كنتيش مستوعبه، فكنتي طالبه تفهمي الموضوع اكتر بالزبط. بس هند وضحتك اللي هو لا 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 مش لازم تفهمي اكتر، انت بس وافقي خدي الموضوع قبل ما يروح. فكلمتها فقلت لها ايوه ايم ان، طب انت عايزه ايه مني، يعني نعمل ايه دلوقتي؟ فاشتغلنا على الاغنيه جامد جدا مع منى الكاعي اللي بتكتب كل الاغاني الحلوه، ما فيش زيها والله العظيم. فعلا اشهر واشطر موهبه عندنا في كتابه الاغاني دلوقتي، ما فيش زيها كده صراحه. طبعا في ناس كتير قوي شاطره جدا، بس هي بتتكلم للجيل بتاعنا. ايوه، والجيل بتاعنا والاصغر هم اللي بيشهروا الاغاني وبيسمعوا كل الاغاني دلوقتي. بالظبط. فمنى اشتغلت معانا على الاغنيه دي، وايهاب عبد الواحد ونادر حمدي، يعني كان تيم لايك ا سوبر تيم. طبعا ايه الاسامي دي، و ريلي نايس تيم. واشتغلنا جامد جدا على الاغنيه، انا فاكره كان ستريس جامد جدا، وطبعا انا بكتر ما انا كنت ستريس نسيت ان انا لازم اغني قدام كل الناس دي وقدام الرئيس. انا بقى ابتديت اي ثينك يعني سب كونشسلي قلت لنفسي طب ركزي في حاجه تانية، فانا قعدت اركز ان انا هقع من فستاني الطويل، ما ركزتش في اي حاجه. وبعدين لما لقيت اون ستيج ان انا ما وقعتش الحمد لله، قلت خلاص الحمد لله دلوقتي ممكن اركز بقى في الاغنيه ستيب 1 وستيب 2. بس انا بالنسبه لي طبعا الفيلم كان تجربه حلوه جدا، المسلسل تجربه حلوه جدا. بس طبعا ايوه صح، شفت في المسلسل كمان. بس ان انا اقدر في يوم اقول لبنتي يعني اوري لها الفيديو ده خلاص طبعا.